وللحديث عن الدعوات للسلطات التركية لإعادة الرحلات الجوية من وإلى السليمانية وسط زيادة نفوذ حزب العمال في كردستان العراق وخطورة استمرار الدعم له من الداخل العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث العراقي في مركز رمان للبحوث والاستشارات شاهو القرداغي. حياكم الله أستاذ شاهو. مرحبا، تحياتي لكم المشاهدين جميعا. حياكم الله أستاذ شاهو. طائرة مسيرة مجهولة المصدر تستهدف قائد ميليشيا قسد مظلوم عبد في مطار السليمانية، يعني أين هو الأمان الذي كانت تتحدث عنه إدارة المطار وتدعو تركيا لاستئناف رحلاتها إلى المحافظة؟ تحياتي مجددا. حقيقة حادثة اليوم وما حصل في المطار يبدو أنه جزء من سلسلة الأحداث التي تجري في محافظة السليمانية قبل فترة طويلة، وخاصة لو تحدثنا عن القلق التركي حول تصاعد نفوذ حزب العمال الكردستاني أو قسد الذراع السوري داخل محافظة السليمانية، لأن الجانب التركي كما يعلم الجميع أنه لن يتهاون أو يتسامح في تمدد هذا التنظيم من قنديل إلى سنجار إلى محافظة عراقية أخرى قد تكون يعني السليمانية، وبالتالي هذا الأمر كان واردا، وكان هناك تحذيرات بإمكانية وجود يعني إجراءات تركية ضد السليمانية وضد الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص هذا التمدد، حتى أن وزير الخارجية التركي سبق وتحدث عن المنطقة أصبح معقلا عناصر حزب العمال الكردستاني. بلا شك أن هذا التمدد، ويبدو أن عدم استجابة قيادات الاتحاد الوطني لهذه الدعوات أو لهذا القلق التركي تسبب بأولا قرار إغلاق المطار، وبعدها بما حصل اليوم، ومن الممكن أن يحدث تطورات أخرى في حال لم يكن هناك استجابة حقيقية ويكون هناك يعني اتباع لسياسة سياسة حكومة الإقليم، لأنه في هذا الموضوع للأسف نرى أن الملامح لإدارتين أيضا يعني تترسخ أكثر، بدل أن يكون هناك سياسة واحدة لحكومة الإقليم هناك سياستين، سياسة في أربيل وسياسة في السليمانية، وبالتالي هذا الأمر ينعكس سلبيا على كيان الإقليم وعلى مصالح المواطنين الكرد في إقليم كردستان. يعني السؤال هنا، لماذا تصر السلطات في السليمانية على استقبال شخصية كمظلوم عبدة رغم تأكيد محافظة السليمانية أن إيقاف أنقرة للرحلات ترك آثارا كارثية عليها؟ طبعا هذا الأمر يعني علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني مع قسد، يعني نرى أن دائما الجانب الأمريكي أيضا موجود في هذه اللقاءات أو في تنسيق وتنظيم هذه الترتيبات، حتى في موضوع المروحية، يعني من الواضح أن جهات داخل التحالف الدولي هي التي منحت المروحيات وأيضا وافقت على هذا الأمر. بلا شك أن هذه العلاقات تتم برعاية أو بغطاء دولي، ولكن السؤال الحقيقي، هل هناك يعني منافع أو إيجابيات لهذه العلاقة تنعكس على مواطني السليمانية؟ بلا شك هذا الأمر غير موجود، بل يساهم الأمر في تحويل السليمانية إلى ساحة للصراعات والنزاعات، وأيضا تضر بالمحافظة، يعني إلغاء الرحلات إلى تركيا أو إيقاف تركيا أو عدم السماح باستخدام الأجواء التركية لأي طيارة قادمة من السليمانية وذاهبة إلى السليمانية، بلا شك أنها تنعكس سلبيا على المحافظة، على الوضع الاقتصادي للمحافظة، لأن المطارات أيضا جزء من الإيرادات التي تشكل إيرادات للمحافظة. لا يعني هذه الأمور جميعا للأسف تنعكس سلبيا، وخاصة أن السليمانية أساسا لديها مشاكل اقتصادية، إضافة لهذه الخطوة أيضا يعني للأسف ستزيد الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن العراقي في محافظة السليمانية. نعم، دخول الميليشيات الموالية لإيران على خط دعم حزب العمال إلى أي حد، أو إلى حد عفوا دفع رواتب هذا الحزب، يعني أين الحكومة في بغداد في وقت يوضع فيه العراق في مواجهة حقيقية مع تركيا؟ بلا شك أن يعني موضوع دفع الرواتب والعلاقة بين حزب العمال الكردستاني والفصائل المسلحة الموالية لإيران أو العلاقة المباشرة بإيران مع هذه الجماعة يعني كان واضحا في سنجار، وعدم انسحاب هذه الجماعة من سنجار وحتى تعطيل اتفاقية سنجار بين بغداد وحكومة الإقليم كان سببه الرئيسي هو عدم موافقة هذه الأطراف وعدم موافقة إيران على إنجاح هذا المشروع، وبالتالي
يعني الجميع يدرك أن هذه الجماعات هي أذرع إيرانية، وكلاء إيران في العراق يتم استخدامها لتحقيق أجندة سياسية سواء محلية أو إقليمية أو دولية. وبلا شك أن الحكومة العراقية في قضية سنجار، يعني في اتفاقية سنجار، فشلت في تنفيذ الاتفاقية على الرغم من أنها هي الدولة، وهذا ما يعني تسبب في ظهور الدولة العراقية كطرف ضعيف في المعادلة. والآن مجددا مع هذه الأحداث نرى أن الدولة صامتة على الرغم من أنه حصل يعني تطورات خطيرة في سليمانية، ولكن الحكومة العراقية إلى الآن لم تتخذ أي موقف. وبالتالي يبدو أن الحكومة العراقية تدرك أنها يعني الحلقة الأضعف، وأنها قد لا تستطيع أن تتدخل أو تمارس يعني السلطة الفعلية أو سلطة القانون أو تفرض السيادة في هذه المنطقة. وبالتالي هي تدرك هذه الحقيقة أن هناك جماعات مرتبطة بإيران، وهي لا تستطيع أن تتدخل في نشاطات هذه الجماعات، وتتيقن من هذه الحقيقة، لذلك تتجنب إصدار أي موقف أو تدخل في خصوص هذه المواضيع. يعني بعد كل هذه التطورات، قصف مجهول على المطار، ويعني أيضا إيقاف تركيا لرحلاتها، بعد كل هذا هل تعتقد أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيتخلى عن دعمه لحزب العمال وربما يصبح هذا ورقة محروقة؟ بلا شك أن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يعني حزب ليس ايديولوجي، بل حزب برامجي يميل إلى العلمانية أكثر، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك استخدام لهذه الورقة أو التخلي أو إنهاء أو إضعاف تخفيض مستوى العلاقات بين الطرفين. يعني لا ننسى أن الاتحاد الوطني وحزب العمال الكردستاني كان بينهم صدامات مسلحة في فترة التسعينات، وبعدها حصل نوع من التقارب، وأيضا مستقبلا قد يحصل نوع من التباعد عندما يدرك الاتحاد الوطني أن علاقاته مع هذا الحزب سيؤثر سلبيا على الحزب وعلى المحافظة بشكل مباشر، وحتى على حكومة إقليم كردستان. يعني نرى أن اليوم تضارب البيانات بين متحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وبين قباط طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، يعني هذا الأمر يكشف مدى عمق الخلافات وعمق المشكلة والأزمة التي تسبب بها هذا الأمر. بلا شك في حال وصلت القيادة إلى أن هذه العلاقة تؤدي إلى نتائج سلبية على الحزب وعلى المنطقة، أنا أتوقع أنه قد يحصل انخفاض بمستوى العلاقات، أو حتى قد يصل إلى مستوى القطع يعني بشكل بصورة كاملة في الفترة القادمة. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث العراقي في مركز رمان للبحوث والاستشارات الأستاذ شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.